السلام عليكم أعزائي المشاهدين، رجعت لكم السلسلة اللي بتحبوها تحدي 30 النصف نهائي. طبعا هون معنا ضياء عكاوي، توفيق محاجني. ضياء عكاوي، شو شعورك؟ توتر غير جزئي. ان شاء الله منيح يكون بخير وانا عارف تسلم. اول شيء بحب اشكر الراعي الرسمي لهي الحلقة وللسلسلة، ابوي وامي وجيبتي. الله نبلش؟ بس على شو شعورك؟ شو بسألك؟ حتى لي بس الضغط أنا. طيب شو شعورك؟ والله أول شيء إني مبسوط إني وصلت لهذه المرحلة وإني راح أواجه خصم زيه. وأتمنى تكون إشي حلو ومرتب يعجب المشاهدين. أهم شيء يعجب المشاهدين. سبسكرايب. ويلا مع أول فقرة، فقرة ماذا تعمل؟ اذكر لاعبين لعبوا في الدوري الاسباني والانجليزي عبر التاريخ. روديجر، كورتو، كريستنسن، هازارد، الونسو. من الونسو؟ منين؟ ماركوس الونسو. تشافي الونسو. اربعة. لا لا لا، راح. واحد. ترفالدس. كازيميرو. فاران. مودريتش. مودريتش بل. ريجيلون. ريجلون؟ لا ريجلون بلا، مع سبيرز من الريال لسبيرز. هي مش انتقال، هي بس لعب بالدوري. لا بس لا ما كنتش انتقال، بس ما كنت لعب. هو كان لعب. هو كان. طيب رينان لودي. 3 4 5. شاكيرا بكيه. اوزيل. في اديبايور. مايكل اوين. فان نيستلروي. فان باستن. حسب الفار فان باستن ما اشتركش، وانت تقول 3 والنقطه بتروح لضياء. الله يبارك فيك. اذكر اسم انسان يبدا بحرف الالف. بنبلش مع توفيق. احمد. ادم. ابراهيم. انجلو. برت بيرم كيان. شو مش اسم عربي. اسحاق. 4 5. استراتيجي. انس. انيس. امير. اميره. امين. اميني. امينه. امين. قلنا امين شوي بس. اماني. انتخاب. في كسام. اسم خالتي. اسم خالتي. اسم خالتي. اسم خالتي انجلو. طب بلاش هو العب. لا والله سمخالتي انتخاب. 4 5. سؤال صعب جدا في الدين. اذكر اسماء السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة زي ألف لام ميم، ألف لام راء. منبلش مع ضياء. مريم. قاف. ياسين. البقرة. مائدة. طه. والحاقة شو عارفة. لا هاي ستايل. العمران. النمل. 3. المائدة. كلها. الزمر. الزمر. النساء. سورة النساء. الحاقة. لا برضو قلت انت. ثلاث. اذكر حيوانات تنتمي الى فئة الثدييات. منبلش هسا مفروض مع توفيق. الدب. الدب. يلصان. اسد. الهمار. حمار يعني. نمر. من الأسد صح؟ اخو فهد. كرد. اخو الكرد الشمبانزي. البسة. قطة. كلب. الفار. البقرة. دك الغزال. الخفاش. همستر. حمار وحش. جمل. جاموس. خروف. الضبي. العنزي. 4. شو حيوانات يلا بالحياة؟ 5. سترايك ثاني. سترايك واحد. اظن سترايك واحد. هون. سترايك. سترايك واحد. فيل. زرافي. كذا زرافي صحيح. كل زرافي؟ 3 2 4 5. سترايك. جاموس. كذا. تعرف انه عندي اثنين بس مخلين للاخر اللي هن الدلفين والحوت بس مخلين للاخر. ديك. خنزير. خنزير. خنزير حرام. رمضان. اذكر لاعبين سبقوا ان سجلوا في نهائي دوري ابطال اوروبا عبر التاريخ. يعني معتزل ولا مش معتزل؟ ذيك السنه لورا نرجع. طيب يلا نبلش من عندي. 2022 من عندي. نغلب نحن 1-0. فينيسيوس. تشيلسي. هافرت. اللي قبلها كان بايرن ميونخ. كومان. قبلها محمد صلاح. بندل. 2018 كان عندنا بيل. بيل. بنزيما. عندنا رونالدو. ماني. فينالدو. ماني. رونالدو. رونالدو. سيدة. قول ماني. ماني. انا قلت ماني. انا قلت ماني عشان ما قلتش انت اللي اجى فينا الجول. بنزيما. قلت بنزيما. لا انا قلت بنزيما. كان بنزيما. شوي شوي خلينا عندنا بالترتيب. قلنا فينيسيوس. انا قلت فينيسيوس. انت قلت فافرت. انا قلت هافرت. انا قلت هافرت. انت قلت هافرت. النهائي اللي وراها كان باير. باير. انا قلت كومان. كومان. انا قلت محمد صلاح. اسمع عن جد. عن جد. شوي شوي. لا لا والله
لا اقول لك انا مركز انا مركز بهالشيء. انا بنزيما سمعتها منه يا ما حكي حكي بنزيما ومني ورا بعض معناها هو صحيح. ما بعرف الصوت شو تشوف الصوت اذا بحلف لك على المصحف كلمه بنزيما اذا انا متاكد مليون بالمئه. سترايك واحد بنزيما تفضل. كازيميرو اسينسيو مانزوكيتش لخمتوني سنتو خلص راموس مارسيلو دروغبا ميسي بيدرو نيمار ديفيد فيا راكيتيتش ميليتو ديغو ميليتو أريان روبن ليفاندوفسكي اللي جاب الجول مع اليكون خلص محمد زيدان شو اسمه اللي جاب الجول مع اليونايتد مع تشيلسي خمسة ثلاثة. وهيك خلصنا فقرة ما لا تعرف نتيجة 3-2 لتوفيق ونيجي لفقرة المزل. أول سؤال كداش بتقدر تذكر من العشرة المبشرين في الجنة؟ هم عشرة. وأنا بتفض هذا السؤال قبل كم من يوم حكيته مع عمي وبس إنه مش ذاكرين هذا الإشي. هم عشرة كداش تقدر تقول منهم؟ أربعة مع العيلة لازم لأني بيجي مع العيلة صعب مع العيلة شوية أتذكرني كل مرة. شو العيلة؟ طيب تذكر أول اسم. خمسة. روح بخمسة. نص دقيقة بتبلش. هسه عثمان بن عفان، ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، عمر بن الخطاب وليه لما اللي حكيت انا عمرو بن العاص فيه عمرو بن العاص لا ابن الاشي في ابن كثير مش ابن كثير لا. شوي لا ورام هات اسمع هات اسمع طلع معك 10 ثواني رجع بالي واحد هسه خطا ولك ذكرني الله خلص خطأ سؤال ذكرني إيه سؤال بس عبيدة الجراح أيوة عبيدة الجراح كل جاني كل جاني لما هو كان إبن هو لما كان إبن والله غير الزبير والله أبو إيجي الزبير والله أعطيك تقول أول اسم وبحسب لك إياه وكنسيت نسيته. النقطة هون بتروح لتوفيق. كم لاعب لعب بجانب ميسي في باريس سان جيرمان تستطيع أن تذكر في 30 ثانية؟ خمسة 13 أنطي 13 ببلشو هسا دوناروما راموس ماركينيوس كيمبمبي أشرف حكيبي نونو مينديز جوان خوان بيرنات فابيان رويز فيراتي سولير شو اسمه هذا شو اسمه تبع الأرجنتين البرتغال معلن نيمار دي ماريا إيكاردي بابيس نيمار شو اسمه تبع البرتغال ريناتو سانشيز. هون النقطة بتروح لضياء صارت النتيجة 4-3. أوش أنت ضياء تعرف تلعب بلاي ستيشن؟ بعرف ألعب. تعرف تلعبها؟ يعني إكس بوكس مش بلاي ستيشن. طلع إنه جيمر. إكس بوكس. يعني. السؤال بيقول لك أذكر أسماء ألعاب إلكترونية. طبعا مخصص يعني موجوده مش بس, بس مسلكت مش سوني مش بس بلاي ستيشن او على المحشب العب كل شيء العب اوكي ايش المزاد هذا مزاد فكرت ان النقطه لا 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 ثلاثة شو بعرفني خمسة شو طلع بعرفش بلعب عشان كنت ادرس كل حياتي ستة ثمانية تسعة 11 وانت لعيب 12 13 14 15 روح النص دقيقة بتبلش هسا فيفا NBA WWE فورتنايت فايف جايز توم برايدر سبايدر مان جاد اوف وور ريد ديد ريديمشن ليج اوف ليجند خلاص لا لا فول جايز فول جايز مش فايف جايز فايف جايز مطعم ما هو بقول لك اللي شريته كثير محسوب فول جايز فول جايز كثير يا زلمه. كم فريق يلعب بالدوري الاسباني تستطيع ان تذكر في 30 ثانيه؟ 10 12 13 14 15 كل انسان 16 روح ب 16 روح ب 16 نص دقيقه بتبلش هسه. ريال مدريد برشلونه اتلتيكو مدريد ريال سوسيداد ريال بيتيس فيا ريال اتلتيكو بلباو فالنسيا ريال بلد الوليد ريال بلد الوليد جيرونا اسبانيول رايو فايكانو ختافي ختافي إلتشي ليغانس لا ليغانس واو كثير كثير ليغانس مش غير
سؤال في المعلومات العامة اللي هي 5-4 لك. اذكر عواصم دول عربية. سبعتها ستة هون. سبعة ثمانية تسعة أربعة عشرة عشرة. خذ نفس نص دقيقة بتبلش هسا. القدس، بيروت، دمشق، العمان، القاهرة، صنعاء، بغداد، الجزائر، شو اسمه المغرب، الرباط، حلو، تونس. جاهز اللعبة هسا. هسا هون احنا انهينا فقرة المزاد. اللعبة 6-4 لضياء، ومنروح لفقرة الجرس. طبعا ايد واحدة على الطاولة، تمام شباب؟ تقدر تحط الانسان، المهم انه قصع على الجنب. هاي هاي طيب. هسه سؤال في الرياضة. في نهائي دوري ابطال عام 2015 بين برشلونة ويوفنتوس، من سجل الهدف الثالث؟ ضياء. سواريز. خطأ. نيمار. صحيح. زي سواريز. سؤال في المعلومات العامة. ما هو سبب المد والجزر؟ الريح. خطأ. المد والجزر. ايوه. شو سببه؟ ثلاث. انسحاب المي لورا. خطأ. خمسة. القمر. جاذبية القمر. قمر. طب انا ما قصدي انسحاب المي، انا جاذبية القمر. شو سؤال في الدين. اذكر درجة صحة الحديث. هسا كلكم حديث، بدكم تقولوا لي شو درجة الصحة تبعته. اعطينا الدرجة عشان شو هي الدرجة؟ يعني صحيح، ضعيف، ضعيف، موضوع، مكذوب. طيب سيدي. حسن. اوكي اوكي كمل. طيب. سيدي. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. صحيح. خطأ. كاذب. خطأ. موضوعي. ضعيف. 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 حديث ضعيف. كديس عنا اللعبة 6-5، ضايل معنا سؤالين. يعني إذا بجيب سؤال، إذا بتجيب سؤال وهو ما بجيبش سؤال، وقتها منروح لسؤال زيادة. لا 6-5. إذا بجيب سؤال، إذا بجيب سؤالين خلاص. إذا بجيب سؤالين أنت بتغلب، إذا أنت بتجيب سؤال بتغلب، إذا جبت سؤال وسؤال ما عرفتهوش منروح لسؤال إضافي. ماشي. السؤال بيقول ما هي برياضة؟ هسا مثلا نحكي برياضة؟ لا، السؤال في المعلومات العامة. هسا بدنا نحكي السؤال من ناحية مساحة. طيب ما هي أصغر قارة؟ هون. إيه بالنفر. عندي استراليا. بالنفر بالمجاوب بالنفر. استراليا. خطأ. أصغر قارة؟ من ناحية مساحة. ناحية مساحة. قارة. ناحية مساحة. أمريكا الجنوبية. خطأ. مش استراليا؟ لا، أوروبا. أو. أنت شو قلت؟ أمريكا الجنوبية. يا سلامي، هسا كل أمريكا. صغير. ايه جبار. امريكا الجنوبية مش شمالية. يس، من ثنتين كل بعض. عن جد؟ شو بعرف؟ اذا زتت واحدة. طيب. مش معقول اوروبا، ما خطرش لي. طيب. اوروبا يعني. طيب. انا ولا انا مستحيل. مستحيل. سؤال في الرياضة. متى كانت اخر مرة تأهل نادي ميلان لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا؟ هون. اي سنة؟ بدك موسم ولا سنة؟ السنة. سنة؟ 2005. خطأ. 2011. خط شو؟ 12. لا خطا. 2007. هيك بننهي حلقتنا. او شيء بنحب نبارك لضياء لتاهله لنهائي افضل سلسله على اليوتيوب بالحظ. تحدي 30 في جامعه بير السبع نسخه رمضان. توفيق، شكرا لك على المشاركه. صراحه الحلقه بكت جدا قويه من الطرفين، مع انه في طرف بكى شوي متعصبين. بس حضرتوني بنزيما. تحب تبارك؟ مبروك. لا انا بدي ابارك له بالعكس. سؤال توفيق فيك. كمل ما ننهي الحلقه. توفيق تفضل. هل برايك ضياء بيقدر ياخذ النهائي؟ في احتمال، بس برضه اللي على كباله راح يطلع قوي. يعني الخصمين اللي كباله مش كلال برضه. يعني مش 100% ضياء، بس انا بتمنى ياخذ. يعني انه ضياء عشان وقتها تكون انك خسرت ضد البطل. ضد البطل بالظبط. ضد البطل. بتمنى انكم استمتعتوا بهي الحلقه. اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. بنشوفكم المرة الجاي في حلقة النصف النهائي. سلام.